دعوتك يا مفرق كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك. في النصف الثاني من العقد السابع في القرن الثالث عشر توفي السيد أحمد البدوي، فأقام تلميذه عبد المتعال زاوية حول مقبرته كان يؤمها تلاميذه ومريدوه، وتوالت السنون حتى أصبحت الزاوية مسجدا كبيرا قال عنه علي مبارك في موسوعته الخطط التوفيقية: لا يفضله في حسن بنائه ودقة تنظيمه إلا القليل. وفي النصف الثاني من العقد السابع من القرن العشرين امتدت يد التوسعة والبناء على هذا المسجد فأصبح على حالته تلك. يا شهر القيام ويا شهر الصيام، يا شهر البركات ويا شهر الخيرات. فمن هو السيد أحمد البدوي الذي يحتفظ بهذه المكانة في الذاكرة الجماعية للمصريين؟ هو علم من أعلام التصوف ومن أعلام الشريعة، ولد في مدينة فاس ببلاد المغرب، وتنقل بعد ذلك في رحلات كانت كل رحلة منها لها سبب خاص، فانتقل إلى مكة المباركة ثم رجع إلى المغرب، وانتقل بعد ذلك إلى بغداد، ثم جاء أخيرا إلى مصر بناء على رؤى خاصة رآها له البعض ورآها هو بنفسه. وقد أثارت سيرة السيد أحمد البدوي وما نسب له من أفعال وأقوال جدلا واسعا، غير أن شهادة عدد من علماء السنة سواء ممن عاصروه كشيخ الإسلام ابن دقيق العيد أو من المحدثين كالإمام الأكبر عبد الحليم محمود أيدته ودعمت روايات تاريخية عن مكانته الدينية والروحية. وقد شهد له بذلك القاصي والداني، ومنهم شيخ الإسلام تقي الإسلام ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى، وسيدي الشيخ عبد العزيز الدريني لما شهدوا لسيدنا أحمد البدوي بأنه من أهل الشريعة وأنه يمشي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المسجد الأحمدي لا يضم ضريح السيد أحمد البدوي وحسب، بل يضم رفات شيوخ آخرين. هناك ضريح سيدي مجاهد، وهذا أول إمام وخطيب عمل بالمسجد الأحمدي بعد بنائه. وهناك سيدي عبد المتعال في الجهة الغربية من المسجد، وهو سيدي أحمد البدوي يتوسط هذه المقامات. سيدي مجاهد من الناحية البحرية، وسيدي عبد الرحمن وسيدي نور الدين وسيدي أحمد حجاب بضريح آخر. سيدي أحمد حجاب له خاطرة أو له كرامة أنه كان إمام المسجد الأحمدي قبل حرب أكتوبر في السبعينيات، من أوائل السبعينيات. الرئيس السادات عليه رحمة الله جاء زائرا ذات يوم إلى سيدي أحمد البدوي وإلى المسجد، وكان مرافقا للرئيس السادات سيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله وفضيلة الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر آنذاك. وعند زيارتهم لآثار سيدي أحمد البدوي جاء خاطر لسيدي أحمد حجاب وقال له: أيها الرئيس، لقد رأيت الآن أنك ستقابل اليهود عما قريب وسينصرك الله عليهم، وليرفع شعار الله أكبر في المعركة. وفي ضريح السيد أحمد البدوي نسخة من آثار أقدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة في بيت زجاجي، إضافة لمقتنيات خاصة بالسيد أحمد البدوي. هذه المسبحة يطلق عليها لقب المسبحة الألفية، وهي ألف حبة إلا حبة، 999 حبة مصنوعة من خشب العود وخشب الكوك. هذه ما تبقى من العصاه التي كان يحملها أو يتكئ عليها سيدي أحمد البدوي، وهذه العمامة البيضاء واللثامين التي كان يستظل بهما سيدي أحمد البدوي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، واللسامين هذين كان يلفهما حول رقبته وحول وجهه الشريف، لأنه كان يتعبد لله سبحانه وتعالى
على سطح مسجد سيد البهي قبل بناء المسجد الأحمدي قديما. وفي شهر رمضان تمتد الموائد في المسجد الأحمدي وساحاته الخارجية لتعم بركات الشهر الكريم على الجميع. لا تجد أحدا في هذا المكان إلا وله طعمة، يأكل ويشرب وربما أنه يأخذ لبيته كمان. هو أكثر الشوارع ازدحاما في المدينة، ولما لا وهو الذي يؤدي إلى المسجد الأحمدي الكبير الذي يؤمه الآلاف يوميا. في هذا الشارع تنتشر المحال التي تبيع الفوانيس والحلوى والسلع التقليدية التي تشتهر بها مدينة طنطا. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس، هنزف عريس يا ولاد، هنزف عريس. الفانوس المصري النهارده هو اللي عامل شغل 10 على 10. فانوس خشب مصري ما احنا تميزنا بيه السنه دي. يعني الاجواء في مصر في رمضان بالذات لها اجواء مختلفه، سواء الاجواء الروحانيه والدينيه والاسواق الشعبيه والتجهيزات المصريه وفوانيس رمضان والاضواء والالعاب والاطفال، اجواء مختلفه جدا. وفي الساحه حلوى السيد البدوي الشهيره التي يقبل على شرائها زوار المسجد والضريح، وبخاصه في شهر رمضان. النهاردة أول سنة نحس يعني إن كده إيه الأسعار يعني متناول للجميع، يعني أنا حاجة ممتازة جدا يعني، وحاجة يعني بسم الله ما شاء الله تشرف مصر بقى اليومين دولت. ونتمنى إن ما يكونش بس يعني ده لفترة معينة، لا أنا عايزينها كده على طول. وبعد زيارة المسجد والضريح والتجول في المحال المحيطة بالساحة، يستقبل المقهى الكبير المواجه المسجد والذي يحمل اسمه زبائنه الذين تتضاعف أعدادهم في شهر رمضان. الساحة دي بركة من الراجل السيد بدو ده، يعني اللي يقف بأمانة قدام الراجل ده ربنا بيكرمه. وفي ساحة السيد أحمد البدوي رجال ونساء، شيوخ وأطفال، باعة ومشترون، كل هؤلاء يقصدون ساحة السيد البدوي في أجواء رمضانية تمنح الجميع سكينة من نوع خاص. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتمجيدنا وتهليلنا وتكبيرنا وقرآننا، واجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين.